بين مايكروسوفت وهذا راح يسهل المشروع ككل التاكسي على مطار كذا محافظه. يمكن تشوفوا عندنا احنا حوالي 100 تاكسي او مدربات النهارده بنسلم. اللي فعلا بشكر فيه الجميع ان احنا كان شفافيه كامله في القرعه اللي اتعملت في الاجراءات نفسها ما قبل القرعه واجراءات استقبال المستفيدين او اللي هم هيترشحوا ان هم ممكن ياخدوا التاكسيات دي. الامور كانت ماشيه على خير ونظام. باكد لكم كان في شفافيه كامله من جانبنا وده اللي كنت باكد عليه. كنت مصر ان الامور تمشي بطريقه واحده ومع احتياجيه كامله للجميع. اعتقد ان انتوا نفسكم استشفيتوا ده وحسيتوا بنفسكم يوم القرعه. احنا كنا موجودين مع بعض كلنا، كان في اكثر من 880 واحد حاضر القرعه. ما اعتقدش ان في حد طلع زعلان. انا نفسي يوميها كنت اقول لكم ان شاء الله مش هيحالفوا الحظ المره دي والتوفيق ان هو يبقى من ضمن المستفيدين لما يجي تاكسي. ان شاء الله في حاجات ثانيه جايه في الطريق. يمكن احنا حتى مؤخرا كمان كان في عندنا يمكن الموضوع بتاع ال 30 ميكروباص نازلين لاسوق كبيره وتباعا ان شاء الله تكون في حاجات مختلفه. ده اقل شيء ممكن نعمله اهل السوق. وانا بعيط من طرف الله ما شاء الله كل طرف هذا الشيء. انا يمكن عشان نستفيد يمكن برضه عشان نشوف لو في اي شيء كان مش على قدر توقعاته. يمكن طبعا كلامنا دلوقتي يمكن الاستاذ منير كان بيحكي على موضوع ما كانش حد مصدق. مش هقول ان انتم مش مصدقين بس كان في فرص عمل ومحاربه البطاله سن ال 25 ل 45 سنه. الاهم من هذا الشرط وهو ان يكون لا يعمل في الحكومه او القطاع العام او القطاع الخاص، ليس له مصدر دخل ثابت من اي مكان يحمل رخصه ثالثه. تقدم للصندوق للاستفسار في هذا المشروع حوالي 2500 واحد. انطبقت الشروط المستندات على حوالي 993 واحد. بعد اجراء الاستعلام الائتماني والاجراءات الخاصه بالمكتب دخل القرعه العالميه 883 واحد. واتقدم برضه بخالص الشكر